ودونا المخيمات وولدنا ظلت بالمكان. اي والله، ونتامل بالله ونتامل بالحكومه ونتامل بالناس الخيره يرجعونا ولادنا يشوفون مصيرهم وين. يعني تسعه اني هاي تسع ولد، حسبي الله ونعم الوكيل. وين راحوا ولادي؟ هاي تسعه، تسعه ذولا ولدي، تسعه ولدي شخصيا، بس اني راحوا لي تسع ولد. والله شو اقول لك، اطفالهم ظلام، زوجاتهم ظلام، والله تعبنا، والله تعبنا، وراح مظلومين احنا وهم مظلومين، واطفالهم وزوجاتهم يتاملون. والله نتامل بالله وبيهم ان شاء الله يشوفون مصيرهم. ما عندنا لا اولاد ولا بنات ويا الحياه تتصابق لنا نورنا. الله أكبر.
ابو عبد الله لا تخاطر ولدنا طلعوهم، الخاطر الحسين، خاطر العباس، خاطر النجف نطلعوهم. يا يابا ليش هيك؟ ليش؟ شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم ولدنا؟ ليش هيك؟ ليش؟ الحجر اهتز، الحجر اهتز، وانتم ما اهتزيتوا نايمين ليش عليهم؟ طلعوهم فرحة الامهات، والله منا شوف واحد يدخل والزفه فاتت. اقول وينك يا حسين يا محمد؟ ان شاء الله هم تجي والزفه وياك. والله ما يخالف، ما يخالف يا خيي، يا خيي واشوف ظناهم بدي وينكم يا عالم؟ وش تتمنى؟ كنت اتمنى يا يابا، والله بعد مساعد ما اقدر حتى احكي. يا احنا سبع سنين نرقى التصوير ولا حول ولا قوه الا بالله. أخلاهم عزنهم النسوان واحد والزلم واحد، قال ها صندوقهم حاسب، أصلخهم صروخ، التفتنا عليهم حتى تراكات ما على الشاشهم. وهاي هسه هاي حكومة، عجل حكومة، عش حاطينا حكومة لمن مادة الناشد، الأمم المتحدة والناشد كل خير وطيب يداعي بولدنا، والله الحكومة ما نريدها داعي. بزعنا من الحكومة، هاي سبع سنين سوانا الحكومة كل شيء ما سوت لنا، عوايلنا داحت، جهالنا داحت، حسب الله ونعم الوكيل على كل ظالم ظلم. أنا يتيمة وأبويا مفقود من سبع سنين وعمري حاليا 13 سنة ولا شايفة ولا شايفني. يا رب ليش هيك أنا؟ سبع سنوات ما شايفينهم ولا أدري عنهم. الكذب قبل كنا نسمع، هسه ماكو شيء اسمه كذب، هسه ماكو. أريد كل عيد، هاي سبع سنين 14 عيد، هم مو يمي مو يمي، وكل عيد أقول المن عايد المن عايد المن. أريد كلهم يتحركون يجيبونه. يا رب أختم القرآن ثلاث مرات أقول ده يجيبون. يا إلهي أريدك تجيبه، أريد كل عيد أشوفه، أصلي وأصوم وكل شيء أسوي، وكل ما أشوف يتيم قدامي أبكي من القهر، أقول يا رب ليش يجي؟ الليل ما أنام، الليل ما أنام، أقول لا بلكي تيجي هسه، وأظل قاعدة بالباب. يا إلهي يجي، يا إلهي يجي، ليش؟ ليش يجي ماكو؟ ليش؟ ليش ما حد يتحرك ودعي يروح يجيبهم؟ ليش؟ ليش أنا مو أيتام؟ أريد من يرجع من الشغل أتلقاه بشي، أتلقاه ويفرحني، يفرحني، أتذكره، أتذكره، أقول يا رب ليش ما حد يجيبه؟ ليش؟ ليش ما أريد بس تصوير؟ ليش؟ ملابس ما عندنا، وحال ظلم يا ربي، ليش؟ ليش؟ يا إلهي ليش؟ أنا يتيمة، يتيمة، أقول من أرجع أسلم الشهادة أقول ألقاه قدامي، أرجع من المدرسة أبكي، أطلع الأولى كل صفي أنا بس لابس الأولى على المدرسة مالتي، وما حد يعيش ما. يا رب أنا كل شيء دا أسويه وما مخالفة أي شيء، يا إلهي أريده أريده، ليش ما عاد يجيبه؟ مو أنا أبويا، يا ربي يا ربي ليش ما عاد يجيبه؟ يا إلهي خليه يتحركون يجيبونه. أدعي من ربي، أدعي من ربي، أقول هو اللي يجيبه، هو اللي ياخذ حقنا من عندهم، هو اللي ما حد داعي يتحرك منهم. أنا شي في هذا أكون هسه داعي يشوفني، هو ما يعرفني ولا أنا أعرفه من قد ما كبرت. أقول يا إلهي ما اتحمل. الدراسة كملت، دعت عب الدراسة، وما يوم ما يوم نزلت راسه كلهم يقولون هي هاي بنته، هي هاي بنته، ابوي اسمه وسام الفزع. يا اله ايه هاي صورته؟ ايه هذا الذيب؟ هو انا اعشقه، اقول هو ابوي، ما حد يتحرك، هم اللي جو حرران هو اللي اخذوهم، ليش ما يجيبونهم؟ لا ملابس عندنا، لا مصروف عندنا، اروح والله للمدرسة جوعانة اقول لا، واركز واكمل، وكل ما اطلع على مدرسة الاولى يقولوا هي هاي بنت الذيب، هي هاي بنت الذيب، هاي ونعمة التربية، كل شيء ما عندنا، شو هاي ملابس؟ هاي ملابس صار عندي سنتين بيها اني البسها، جوع اكل، احنا ما عندنا، هاي كل نريد الاباء تجي، اخو
طالع عمره 15 سنة، 15 سنة والله صغير واخذوه يا إلهي. ما نريد بس تصوير، احنا نريدهم يجون. كون هسه هو دع يشوفني يا إلهي، بجاهك يجيبون. والله ما عندنا شيء والله، وما حد ما حد يريدنا، ما حد ما حد يريدنا. اقول يا الهي يا رب يجيبهم، يا رب يدعي له. والله كل شيء مع ملابسي كلها اسمه، ايش احفر واكتب كل اسمه. اقول يا ربي اخواتي كلهم يبجي، بس انا اللي اعوضهم، انا اللي ما حد يدرسني، ادرس بنفسي. اقول لا يجي ابويا يجي، وماكو هاي 7 سنين، 7 سنين انت تعرف معنى 7 سنين؟ ماكو. كل عيد من عايد؟ من ولا عايده؟ من استلم الشهاده؟ من هو؟ من هو اللي اجي وافرح وياه؟ ما حد يجينا، ما حد يعينا، لا عندنا ملابس، لا كل شيء ما عندنا، بس نطالب بهم. ليش ما حد يتحرك؟ ليش الكاظم ما يتحرك؟ ليش؟ انا صغيره بس اعرف احكي، اقول هذا ابويا. ليش ما حد الحلبوسي هاي، ليش ما حد يتصرف؟ ليش يا ربي؟ ليش يا المهندي ما حد يتصرف؟ ليش؟ ليش هذا الشيء؟ ليش؟ احنا كل عيد ندور نقول وينهم؟ انا داعب ولدي، ولدي 4 راحوا وماكو غير الله، وانا معيش هالايتام هاي، ونريد من الله من عندكم تدورونا زلمنا. وماكو يدورون بس الانتخابات، واهل الكراسي قعدوا على الكراسي، واريد من الله ومن عندكم تدورون زلمنا. والله ماكو، هاي ايتام مربيها، انا مربي هالايتام، ولا عندي ولد ولا عندي رواتب. هاي معاملاتهم الله وكيلهم عقوطه، لا حد لا مسؤول قال ودي مالت المفقودين. هاي المعاملات واريد من الله ومن عندكم دورون الولدنا زلمنا. 4 ولد عندي، ما عندي غير حولة الله، ما عندي. هاي عيني اخذوهم من عندنا احنا، اخذوا الزلم واحد والنساء واحد. تروح عند العامريه تلقى زلم كن قدام، ما لقينا كل شيء، ما لقينا ترابات يدرن. وهذا ما اقول لك، انا اريد من الله ومن اهل الكراسي ومن اهل الرحام يدورونا زلمنا. شو وين حطوهم؟ ما قولوهم. طلعنا من يم هاي ابو فياض، واحنا نمشي احنا والزلم جميع، عزلوا الزلم واحد والنساء واحد، وعدلونا واحد. احنا النساء اخذونا واخذوا الزلم، عبونا احنا بسيارات وطلعونا، وظلم الزلم واخذوهم ورانا. وهاي يا اخي ما اقول لك، انا 4 ولد والله، هالاربعة عندي، وما عندي ولا هسه لا ولد ولا تلم، ما عندي غير الايتام مربيها. كل واحد اللي عنده 5 واللي عنده 6 الله وكيلك محمد. ماكو لا عيشه ولا هاي، خلف الله على المنظمات جاي تعوج علي، لا رواتب ولا اصلا. اي والله اريد من اهل الرحام يدورون ولدنا. هم من تدج الانتخابات يقوم يدورون بزلمنا، هسا ما يجون. وقت الانتخابات كلهم يجون، هسا ولا واحد يجي ترى. وبوقت الانتخابات تشوفهم ايش كثر يفترون، كل من يقول انا، هذا اللي يقول تبليط، وهذا اللي يقول جسر، وهذا اللي يقول تعيين، وهذا اللي يقول ما ادري شنو. عاد التعيين على الواسطات، على الواسطات التعيين، ويقوموا يبيعونه بكيفهم. كل من هل انت لك 10 اسامي، انت لك 11 اسم، هي هيك. يعني بوقت الانتخابات ما راح يظل كبش وما يجي، كلهم يحضرون. والله ما زلم يدورون كذب، ما يدورون زلم، لان هم صعدهم بزلمنا، اخذهم زلمنا باعوهم وصعدهم بزلمنا. وهسه على الكراسي وتبريد، وليدنا ورا البوب، وليدنا ورا البوب، المي مو شبعانينا، لان زلمنا ندري بها موجوده، موجوده زلمنا، مخفيين قصرا. قصرا الزلم مضمومة، والله الزلم مضمومة، والله مضمومين، والله 4 من بيت الله أكبر، والله العظيم.
شنو ذنبهم؟ هاي من 3/6/2016 شنو ذنبنا؟ لا لينا ليل ولا نهارنا، نهارنا جهالهم صغار هيك يعني يريدون احد يعلمهم، يريدون احد يعلمهم. منين نجيب اللي يعلمهم؟ منين نجيب اللي يعلمهم؟ الله اكبر، منين اجيب ابوهم بدا يعلمهم؟ منين؟ منين؟ الله لا يوفق السعى بيها وخلانا هيك يعني، الله لا السعى بيها وخلانا هيك يعني دايحين بالشوارع يا المسؤولين. بس والله ماكو مسؤول، بس وقت الانتخابات يطلع، وقت التعيينات بكيفه يعين. الله اكبر على اهل الظلم، الله اكبر. وقت الانتخابات تشوفهم ما لهم عدد، والله ما لهم عدد، يجي روح على فلان وروح على علان، فلان ويا هذا وفلان ويا هذا، وكل شو ما وجههم، كل شو ما وجههم راح مصعدهم. وهسه كل شو ما صار، كل شو ما وجه، كل شو ماكو، والله كل شو ماكو. ذاك يوم وهذا يوم، اي من 3/6/2016 ما حد طلع يقول اليوم الزلم ايش لا تطالب بيهم، ما نقدر نسالف بيهم. ليش ما تقدر تسالف بيهم؟ ليش؟ شو مسوي انت ما سالفهم بيهم؟ ابرياء، ابرياء والله. لا 750 زلمه شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ اكثرهم اطفال، بعدهم هم ما ظل شيء. كم يوم تصير انتخابات النوب وراح يجون وعن عيون جن وتبشرن، واحنا نجيب زلم جن وابشرن، ابشرن وكل شيء ما وجههم. يا الله وينهم؟ وين راحوا؟ يطلعون ان شاء الله كم يوم تجي الانتخابات وراح يجون، نفسهم راح يجون نفسهم. وهم هذا لك هالقد حصه وهذا لك هالقد حصه جاي يحصصون بيهم، وكل شيء ما وجهنا والله العظيم. طلعنا يوم 3/6، طلعنا على الجهات الامنيه، اخذوا الزلم من عندنا على صفحه، والنسوان اخذوا هنا على صفحه. يا ابو ليش اخذتوا الزلم؟ قالوا بس يومين ثلاثه عندكم حاسبات ونرجعهم. واخذوهم لهذا يومك 7 سنين ما ندري بهم وين ما وين. هسه احنا نطالب بهم يا ابو، نريدهم بالحياه ميتين. والله انا دحين بس النسوان، انا من الناس ظلت عندي بس 4 بنات، ما عندي لا معين ولا كل شيء. بعد ما اقدر اسول. نطالب بهم يعني من الحكومه يعني يطلعون زلم، نريدهم وينهم؟ صار لهم 7 سنين وينهم؟ نريدهم. وين راحهم بهم؟ يعني كلتهم الارض؟ ما عندنا اطفال، انا عندي بس بنات، بس بنات 4. ما عندنا لا حول ولا قوه، لا اكل ولا شرب ولا كل شيء، الناس تحسن علينا. ماكو غير الله وانتم واهل الخيرين يطالبون بهم وصليب الاحمر. احنا بريدنا اخونا العزيز مسجون سجون سريه، سجون سريه والله. اناشد اناشد يطلعون السجون السريه ويشوفون مصير بريدنا وين. اليوم 7 سنين قامت لهم وضامنهم بالارض، ليش؟ ليش ما يخافون من الله؟ ما يخافون من الله؟ هالتامه هاي ما يخافون من الله؟ زلمنا مسجون سجون سريه والله العظيم كلهم موجودين. فانا ناشد الخيرين الطيبين يشوفون مصير بلدنا وينهم. يا برنامج ايش وقت تهتز شواربكم؟ ايش وقت ضمائركم؟ ايش وقت تهتز؟ مع الاسف عليكم خلاتنا توصل على صغير وعد كبير. تعال العمر والشيب والعيب، تعال العمر يابا، تعال على المنظمات. ما لا خلف الله على حكومتنا، كل شيء ما شفنا من عندها لحد الان 7 سنين. يعني ما واحد عنده ضمير يقول هل تامها ايش تاكل ايش تشرب؟ الله اكبر على الظالمين، الله اكبر عليكم. بدون ضمير يمشي والله. ها عني ها صورهم، هذا زوجي وهذا ابني، ابني عنده 3 بنات، الام ما عافتهن وظلن علي، وعندي عجوز كبيره بالظلم حالها ما جراها تبكي على ولدها. الله اكبر. انا بس من بيتي 8، 3 ماتوا وعلى ذولاك انفقدوا. الله اكبر على الظالمين، الله اكبر عليهم، 8 من بيت واحد. الله اكبر عليكم. اطالب اطالب كل جهه امنيه وتعدها الحق وعدها الشرف، شوف مصير بلدنا وينهم. اناشد كلهم، اناشد الحلبوسي الى ما يقدروا خلي يطلعون عن الحكومه، خلي يطلعون كل واحد ما يقدر خلي يطلع عن الحكومه واخر عنها، وخلي يشوفون مصير بلدنا وينهم. عند اطفال 4 قاصرين، لا خافوا من الله. الـ4 القاصرين من يعولهم؟ هسه اني اعولهم؟ الله اكبر عليهم.
اناشد كل خير وكل عراقي شوف مصير ولدنا وينهم. يعني ما حد يسال عنهم، كل ما نقول لك يقول لا هذا الملف سدوه، والله ما نسده الى الموت، والله ما نسده. وزلمنا مسجون سجون سريه، والله كلها تدري بهم، والله كلها تدري بهم، هم طيبين كليتهم. اخذوهم من جهه الصقراويه، لا 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 بالتحرير من طلعنا 2016 2 شال مزلمنا وجا السيارات تغرى مطار الدولي شالتهم على معسكر طارق، احنا متابعينهم نمشي وراهم واخذوهم. زلمنا طيبين، ما حد مات من عندهم، يعني كلهم والله موجودين ومضمومين بسجون سريه. وواحد 4 أشهر وطلع وقال مسجونين سجون سريه الزلم، وانا طلعوني اخباري وطلعوه. فاناشد كل خير وكل عراقي يشوف مصير ولدنا والله. واشكر كل من مد ايده وعن طريق تامه، ان شاء الله الله يعوض الجنه. والله عشت ايش اخويا، لا راتب لا راتب لا شيء، وعلى الخيرين الطيبين. ومع الاسف على حكومتنا الرئاسه الكبار ما شافوا مصير جهالنا شلون صار حالتهم. وعندي عجوز تعبانه مريضه، ليش هالشكل؟ ليش ما تخافون من الله؟